وللمزيد من التفاصيل حول الجامعات التكنولوجية انضموا إلينا هاتفين رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية دكتور طارق ميخائيل. بعد التحية دكتور طارق، نرصد خطوات واسعة للجامعات التكنولوجية رغم حدثتها بالمنظور المتطور، ما هي الأسباب والمقاومات التي أدت إلى ذلك؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة الأسباب الرئيسية هي احتياج سوق العمل لمثل هذه الجامعات التكنولوجية، لأن في الجامعات الأكاديمية يعني بيتخرج عندنا عدد كبير جدا من الخريجين والدولة بتصرف عليه، وبيطلع في الآخر ما بيلاقيش فرصته في سوق العمل. فالدولة بتصرف عليه 16 سنة أو 18 سنة، وفي الآخر يطلع يشتغل شغلانة مش هي اللي بيتعلمها يعني. فكانت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية أنا بشوف أو بنشئ برامج محتاجها سوق العمل بالشراكة مع سوق العمل. نعم. وباخد معايير سوق العمل دي من خبراء سوق العمل في تجهيز اللوائح الدراسيه، مش كده وبس، ده انا باشرك الخبراء من سوق العمل والحاصلين على الدكتوراه في التدريس في هذه البرامج كمان كبارت تايم او عمل جزئي في الجامعه يعني. نعم. ومن هنا بقدر اقول ان الخريج بيقدر بنسبه كبيره مؤهل لسوق العمل. دكتور طارق، حجم وعدد الجامعات التكنولوجية وانتشارها بمحافظات الجمهورية المختلفة، دلالة اهتمام الدولة بهذا المنتج من وجهة نظرك ما هي؟ ايوه، هو احنا بدأنا 2019 بثلاث جامعات فقط كتجربة. نعم. بعديها السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم تفضلتوا سبع جامعات، وفي خطاب معالي الرئيس الفترة اللي فاتت في اتجاه ان ينشئ 17 جامعة تكنولوجية ثانية. طبعا ده بخلاف القطاع الخاص وبعض الجامعات الاخرى اللي هي هتنشئ برضه جامعات تخصصيه. فانت عندك دلوقتي ان شاء الله في المستقبل هيكون في كل محافظه جامعه تكنولوجيه وفقا لاحتياجات كل محافظه او احتياجات كل منطقه، هينشا فيها تخصصات جديده بحيث الطالب يتخرج وهو مؤهل لانه يشتغل في التخصص المطلوب في هذه المحافظة أو المحافظات المجاورة يعني. دكتور طارق، على ذكر هذه النقطة تحديدا، القطاع التكنولوجي متغير دائما ومتطور، ما هي الخطوات أو الإجراءات التي اتخذتموها لضمان المتابعة المستمرة لهذا التطور؟ ده يعني سؤال مهم أوي. الحقيقة إحنا في صدد دلوقتي إنشاء معايير مهنية دولية متوافقة مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لان احنا كل خمس سنين او كل اربع سنين المعايير دي بتتغير وبتتحدث. فبالتالي احنا دلوقتي بصدد انشاء معايير مهنيه وطنيه لتخصصات كتير جدا بما يسمى الناشونال اوكيوبيشنال ستاندرد او المعايير الوطنيه، ودي اللي بيتبني عليها على اساسها برامج التعليم التكنولوجي. ده الموضوع بدايته الدول الصناعيه الكبيره من فتره كبيره جدا. لكن احنا لسه يعني عايز اوصل للمراحل الاولى فيه، لانها تجربه جديده عندنا في مصر. فاحنا بنحاكي الدول الصناعيه الكبيره اللي انشات هذه المعايير. فدلوقتي احنا بنعمل زيها بالظبط، بننشئ معايير وطنيه مهنيه نقدر نبني على اساسها برامج تعليم تكنولوجي مظبوط. اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق ميخائيل رئيس جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه، شكرا جزيلا لك.